بسم الله. ممكن تكون انت في المشروع عايز تعمل صورة ثلاثية الأبعاد، وفي نفس الوقت تكون كل دور لوحده، أو مثلا الروف بعيد شوية بحيث تبدأ اللي يبص يبدأ يشوف ايه اللي تحت السطح. فلقيت واحد شرح طريقة ان هو تعمل دي في بلان ودي في بلان ودي في بلان، وبعد كده في شتات تروحهم في بعض. فدي طريقة كويسة مفيش مشكلة، بس بتاخد وقت، وفي إمكانية في الريفت بتوفر على الموضوع دوت. هنشوفها مع بعض. ان انا اعمل سيلكت على مثلا سطح، تمام. بعد ما عملت سيلكت عليه ابدا اختار من فوق امر هنا اسمه ديسبليس اليمنت، تمام. بلاقي ان هو اداني 3 مقابض، ابدا احرك زي ما انا عايز، وليكن مثلا اطلع بالسقف فوق شوية، تمام. ونفس الطريقة ممكن تعلم على الدور الاولاني الدور التاني، وتخلي كل دور في مسافة بينه وبين الدور اللي تحتيه. طب انا عايز اقول له ان انا من هنا لهنا ده الباص بتاعي، هقول له ده الباص من هنا لهنا، هتلاقي عمل الخط خفيف وغير، بس تدوس على النقطة هو بيحدد انت بادئ منين، تمام. وممكن اعمل حاجة تانية برضو، ان انا اعلم على الحيطة دي مثلا، مع الحيطة دي، تمام. اقول له انا عايز ديسبليس اليمنت، بلاقي المقابل ظهرت لي، اختار بقى الاحمر المره دي، اغير اللون، اسحب الشكل دوت، واقول له بص وحدد النقطه دي اللي دي والنقطه دي اللي دي، بس بسهولة هتلاقي نفسك عملت المنظر ثلاثي الأبعاد. أنا أقرب كده أهو كده، أنا شفت اللي تحت الحتة دي ايه واللي تحت السقف ايه.